بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الأحبة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، ومرحبا بكم في هذه الندوة التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والتي جاءت لتسلط الضوء على قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الأوقاف الإسلامية، قضية تتعلق بالجانب الشرعي والاجتماعي والقانوني في العراق، التي يحاول تجار الطائفية من السياسيين والمرتزقة والحكومة الحالية إخضاعها إلى التسييس الطائفي المقيت في مخالفة صريحة لشريعة الإسلام والقوانين الوضعية والأحكام العرفية. ولكشف الحقائق في هذا الجانب جاءت الندوة بعنوان الوقف الإسلامي في العراق، واقعه وأثره في خدمة المجتمع والمخاطر التي تهدده. وستكون الندوة من محورين: المحور الأول سيكون عرضا لتجربة عملية ناجحة لإدارة الوقف في العراق بعنوان إدارة الأوقاف ورعايتها في العراق بين الدين والسياسة، أوقاف الموصل نموذجا، يقدمها الدكتور إدهام محمد حنش مدير أوقاف الموصل الأسبق. والمحور الثاني سيكون للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. والآن نفسح المجال للدكتور إدهام ليلقي ورقته فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم المرسلين. وبعد، لا نريد التوقف عند أهمية الوقف، لأن الجميع يعرف ما هو الوقف وما هي أهميته من النواحي الدينية والعلمية والحضارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن نريد الدخول مباشرة إلى أن نعرض لتجربتنا المتواضعة في إدارة مديرية الأوقاف والشؤون الدينية لمحافظة نينوى بين العامين 1999 و2003. وقبل أن أتطرق إلى هذا الموضوع أو هذه التجربة باختصار، أود أن أعرض لكم طبيعة التحولات التي حصلت على مؤسسة الوقف في العراق بشكل عام من الناحية القانونية، وارتباطها بتكوين الدولة العراقية. قبل تأسيس الدولة العراقية كانت الأوقاف عبارة عن مشاريع مجتمعية يقوم بها المحسنون ويلتزمون شرعا بشروط الواقف في إدارتها، وتدار من قبل إما الواقفين أو من يتولاهم هؤلاء الواقفون لإدارة هذه الأوقاف، ويسمى القائمون على إدارة الوقف بالمتولين. لكن مع صدور القانون الأساسي للدولة العراقية المعروف بالدستور، نص في إحدى مواده وهي المادة 122 على اعتبار الأوقاف الإسلامية، دائرة الأوقاف الإسلامية، دائرة من دوائر الحكومة العراقية، وتدار شؤونها وتنظم أمورها المالية بمقتضى قانون خاص. هذا القانون الخاص صدر بعنوان قانون إدارة الأوقاف رقم 27 لسنة 29، وظلت الأوقاف من تأسيس الدولة العراقية حتى 1929 أشبه ما تكون بوزارة من وزارات
الدولة العراقية. لكن بعد عام 1929 تحولت هذه الوزارة إلى مستوى أدنى وسميت بمديرية الأوقاف. أبرز ما طرأ على هذا القانون هو أنه التصرف بالوقف والتصرف لصالح الوقف على أساس تعجيل المنفعة. منفعة الوقف أيها يكون هذا التصرف، هذا هو التصرف الوحيد. لكن بقيت الأوقاف من الناحية الإدارية ومن الناحية البنيوية ومن الناحية القانونية ومن الناحية العملية كما نقول مرتبطة بأصولها الفقهية أو الدينية، من شروط التي طبعا تقرها شروط الوقف أو التي تحددها شروط الوقف. فهذا الشيء الوحيد. لكن توالت تشريعات كثيرة على وتعديلات على هذا القانون، أبرزها القانون الذي صدر في 1966 أيضا يتعلق بإدارة الأوقاف. وهذا القانون أحدث شيء كبير جدا، يعني أو شيء مهم، وهو الفصل ما بين في تمويل الإدارة الوقفية. كان سابقا أن الإدارة الوقفية تعتمد على ما يسمى بالجعالة، لكن عندما هذا القانون فصل ما بين الإدارة الوقفية التي يعني تمويل الإدارة الوقفية ما بين ميزانية الوقف نفسه وما بين ميزانية الدولة، فحددت رواتب للقائمين على الأوقاف، على الإدارة العامة للأوقاف وليس الإدارة الدينية أو الإدارة الخاصة. هناك إدارتين للأوقاف، إدارة عامة تتولاها مؤسسة الدولة الرئيسية، اللي هي مثلا قد تكون المديرية العامة كما كانت سابقا قبل عام 1980 كانت إدارة الأوقاف العامة اللي كان، وبعدين صارت وزارة الأوقاف. هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتبهم من الدولة، لكن الإدارة الخاصة للوقف المتولين للوقف يأخذون رواتبهم أو مستحقاتهم من واردات الأوقاف ذاتها. وهنا يجب أن نفرق ما بين، هنا برز لدينا شيء، هناك فرق ما بين إدارة الوقف ورعايته. فالدولة تحولت الدولة أو تحول مفهوم إدارة الدولة للأوقاف بشكل عام من الإدارة التنظيمية والإدارة العملية والإدارة الإجرائية إلى ما يسمى بالرعاية، وهنا خرجت المسألة من كانت الدولة فقط ترعى يعني الإدارات الوقفية بشكل عام، كل المتولين كانوا يخضعون لرعاية أكثر مما كانوا يخضعون لإدارة مباشرة. الشرع واضح، لأنه لدينا إحنا مرجعية في إدارة الوقف الذاتية وهي شرط الواقف، فلا يمكن الخروج على شرط الواقف. يجب أن تكون هذه الإدارة الذاتية للوقف فقط تحت رعاية الدولة، من أجل أن تكون الدولة راعية لها، يعني مساعدة لها في أي شيء يعني تحتاجه. وأريد أن أعطيكم سر من الأسرار، أنه كان هناك في خصوصا بعد ما صدر قانون وزارة الأوقاف، أن إذا أي قانون، خلينا نقول يعني رسمي حكومي، يعني يتعلق ب ب بال بال ب
بالدستور أو بنظام الدولة يتعارض مع أي قانون أو أي شيء من قوانين الأوقاف الشرعية فيعمل يؤخذ بقوانين الأوقاف يعني التي هي تحددها يعني شرط الواقع شروط الواقفين. ومنح مدراء الأوقاف صفة قانونية في البداءة من أجل تيسير إجراءات إدارة الوقف من خلال مثلا التولية وأهلية الواقفين وتصريف أموال الوقف وحسب شرط الواقف وإلى آخره، ولم يمنح صفة يعني تشريعية، هو لا يصدر قرار، لكن أي شيء يتعارض مع أمور الوقف كان يخضع ل يعني شروط الواقفين. على العموم صدر في 1976 في عام 1976 وزارة الأوقاف، وصدر قانون وزارة الأوقاف ل 1981 وحدد أنه تنمية هذه الأوقاف أهمية أهم أهداف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تنمية هذه الأوقاف ورعاية شؤونها وتنظيم إدارتها وصيانتها ليس أكثر، لا يتدخل بشكل مباشر وشخصي بما يتعلق بالوقف. وفي عام 1980 حصل تطور كبير جدا، حصل فصل، تعرفون أن الأوقاف مرتبطة ارتباط كبير بالدين، وبالتالي فهي مرتبطة بالمساجد والعبادات ورعاية العلم والعلماء وإلى آخره، لكن حصل تطور كبير جدا هو الفصل ما بين الأوقاف وما بين الشؤون الدينية. وعندما نأتي إلى موضوع الشؤون الدينية سنجد أن الشؤون الدينية مختلفة عن الأوقاف. حجم الأوقاف مثلا إذا اسمحوا لي التي تعود، تعرفون أن الشؤون الدينية الأديان في العراق عديدة والطوائف كثيرة، لكن ما يهمنا فيما يتعلق بالأوقاف الإسلامية وحتى الأوقاف المسيحية لم تكن الدولة تتدخل في هذا أو هذا أو هذا. فيما يتعلق بالأوقاف الإسلامية كان هناك فصل ما بين الوقف وفق شروط الواقفين يعمل والشؤون الدينية اللي هي رعاية المساجد والمؤسسات الدينية والخيرية الأخرى، وأنتم تعرفون المؤسسات الدينية والخيرية الأخرى كثيرة في العراق. فأنشئت لإدارة الوقف واستثماره هيئة مستقلة حتى عن وزارة الأوقاف، يعني هي ليست جزءا من وزارة الأوقاف من الناحية العملية والتشريعية، إنما هي من الناحية الهيكلية تابعة لوزارة الأوقاف، يعني وخصص لإدارة واستثمار أموال الأوقاف مع إنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مجلس يسمى مجلس الأوقاف الأعلى، ومجلس الأوقاف الأعلى هو الذي يتولى إدارة الأوقاف ولا أو يشرف على إدارة واستثمار وتمويل والانتفاع من الأوقاف، ولا تتدخل الوزارة مع أن يعني وزير الأوقاف هو عضو في مجلس الأوقاف الأعلى أو هو رئيس مجلس الأوقاف الأعلى لأغراض تنظيمية ليس أكثر، لكن ليس القرار له. على العموم هذه المقدمة تقودنا إلى شيء حصل فيما بعد الاحتلال وهو تصنيف هذه الأوقاف وموضوع التقاسم الذي حصل أو الذي قرر له أن يحصل في العراق بعد 2003. ولو جئنا
نجد أن هذا التوجه هو جزء من العملية السياسية الهدامة لبنية المجتمع العراقي والدولة العراقية. وأروي لكم كيف هذا الأمر. أن هذا التصنيف لم يكن تصنيفاً دينياً بقدر ما كان هو تصنيف سياسي، ليس أكثر وليس الأول. وأتكلم إلى يعني إخوتي المستمعين من زاويتين. الزاوية الأولى، منذ تأسيس الدولة العراقية إلى عام 2003 كل التشريعات وكل القوانين وكل الأنظمة التي صدرت بخصوص الأوقاف تعمل على تصنيف الأوقاف تصنيفا دينيا حسب الشرع. ونحن نعرف هذا هذه المذاهب تعمل بما يسمى بشروط الواقف، وهذه المذاهب ومذاهب أخرى قد لا تعبأ نهائي، ولديها أيضا رؤاها الوقفية ويعني أصولها الفقهية التي تعمل بها فيما يتعلق بأعمال الخير، باعتبار أن الوقف عمل من أعمال الخير. فمنذ عام 1929 قانون 29، قانون إدارة الأوقاف رقم 27 سنة 29، ونظام إدارة الأوقاف الصادر في عام 1980، أحكام الوقف من حيث التصنيف تقسم إلى ما يلي: أوقاف مضبوطة، أوقاف ملحقة، أوقاف ذرية أو الوقف الذري كما تعرفون، وهناك تصنيفين آخرين: الأوقاف الصحيحة والأوقاف غير الصحيحة، بغض النظر عن يعني تعريفات هذه الأوقاف لأن الوقت أدركنا. لكن هذا العرف القانوني المستند إلى الشرع وأصول الفقه في ما يتعلق بتصنيف الأوقاف. أما في 2003 تم تصنيف الأوقاف العراقية على أساس سياسي وليس على أساس ديني أو حتى مذهبي أو حتى طائفي كما يعني، لكن تعرفون أنتم الموضوع. فصنفت الأوقاف إلى ثلاث أصناف رئيسية: أوقاف سنية وأوقاف شيعية وأوقاف لطوائف أخرى. وهذا الأمر كان له من الأهداف والغايات والمخاطر ما نراه في هزالة إدارة الأوقاف فيما بعد 2003 حتى اليوم، وضياع كثير من الأوقاف. والهدف الرئيسي، هناك هدف رئيسي. أنا باعتقادي ما يبدو أنه خطة سياسية عن طريق القانون أو عن طريق شرعنة استيلاء شرعنة الاستيلاء على الأوقاف السنية هو ليس له هدف اقتصادي بالدرجة الأولى كما يعني يقول البعض، لكن الموضوع هو أبعد من هو الموضوع طائفي بامتياز. هذا باختصار شديد هذه المقدمة لأدخل لكم عن تجربتنا الخاصة في إدارة الأوقاف. البنية تعرفون نينوى محافظة كبيرة جدا، وعدد الوحدات الإدارية في نينوى 36 وحدة إدارية، وسكان نينوى يفوق عدد سكان نينوى يفوق 4 ملايين، ومختلطة وتتوزع أوقاف كثيرة. على فكرة أنا لا أستطيع بالضبط أن أتذكر بالضبط عدد الأوقاف في محافظة نينوى، لأنه هذا عدد متغير باستمرار، كان دائما تزيد عندنا الأوقاف. لكن أقول لكم معلومات عامة: ثلثين محافظة نينوى هي أوقاف، ثلثين أملاك نينوى أوقاف. أكبر ثاني وقف في العالم بعد الوقف القادري يوجد في
محافظة نينوى. في نينوى كان حجم الواردات الوقفية حجم هائل بالمليارات في ذلك الوقت، في ذلك الوقت، لكن ضعف البنية الإدارية لدوائر الأوقاف في محافظة نينوى، ليس في محافظة نينوى إنما في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودوائرها في المحافظات، وكان ضعيفا جدا ومن الهزالة، بحيث أن يعني يحول دون استثمار، دون استثمار هذه العائدات الوقفية الكبيرة في خدمة المجتمع وتنميته. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى عندما استلمت أنا مديرية الأوقاف والشؤون الدينية، كانت عبارة عن مديرية مشتتة فيها ست أقسام. هذه الست أقسام يرتبط كل قسم، وعلى فكرة هاي في كل العراق الشكل كان، كل قسم يرتبط بمديرية في المركز في بغداد، بحيث إذا أراد أن يحرك هذا الكاس من هنا إلى هنا لازم يذهب إلى بغداد، هل يحرك ولا ما يحرك الكاس، ثم بعدين يأتي الجواب بعد شهرين أو ثلاثة أو ستة أو سبعة، حرك لا تحرك. وأنا أقول لكم على مستوى كأس الماء هذا، يعني إذا ردت تشرب ولا ما تشرب، لأنه هذا بيصرف مالي، فما يحق لك أنت تصرف يعني على شرب الماء أو نفقة الماء. لكن أنا الشيء الأول اللي سويته أنه عملت على توحيد البنية الإدارية والتنظيمية لمحافظة نينوى، للأقسام العاملة في محافظة نينوى، والتوجه نحو الاستثمار المطلق لواردات الأوقاف، وتنشيط صندوق الزكاة والصدقات إلى مستوى من كان تقييمه في دائرة الرقابة المالية صفر، ولا أبالغ صفر، إلى أنه أصبحنا نصرف فقط فيما يتعلق بالخيرات، في بالخيرات وليس بمصارف الزكاة الأخرى وليس بمصارف الأوقاف الأخرى حسب شروط الواقفين، وهي كبيرة جدا لا نستطيع السيطرة عليها الآن، لأن كثيرة جدا وتحتاج إلى خرائط وخرائط ذهنية وخرائط يعني للشرح ويعني حسابات معقدة كبيرة، لكن وصل من صفر إلى 1,400,000,000 دينار في أيام الحصار، وتعرفون قيمة هذا المبلغ في أيام الحصار كان يعني مبلغ هائل جدا. وسعينا إلى أن نقيم عدة يعني مؤسسات كبيرة لخدمة الوقف وتنظيم الوقف واستثماره، بحيث كانت دائرة الأوقاف هي الممول الرئيس لأغلب دوائر الدولة والمجتمع في محافظة نينوى. عندما أقول 1,400,000,000 هذا للناس، صرفنا للناس ليس للدولة، ليس لمؤسسات الدولة، لكن استطعنا إنجاح يعني محكمة وقفية تنظم هذه المسائل فيما يتعلق ب أهلية الواقفين ومحاولة أنه استثمارهم. من المشاريع اللي سويناها أيضا سوينا موضوع مستشفى وقفي، ودعمنا كل المستشفيات بشكل كبير جدا، واستخدمنا نظام الوقف، وعملنا على تنمية الجامعة، واشتغلنا على أن نعمل جامعة وقفية تعتمد على الأوقاف، وكنا ندعم التربية والجامعة بمبالغ كبيرة جدا جدا جدا. حتى المشاريع، مشاريع الماء
والمجاري وكذا، كنا ندعم، كنا عاملين أشبه بميزانية خاصة هذه لتنمية بناء المدارس، الجسور مثلا، جسر، على فكرة على جسر السويس اللي انتم يمكن ما تعرفون جسر السويس، لكن الأستاذ إياد يعرف ما هو جسر السويس وكيف بني جسر السويس. هذا بني بالتبرعات ولم تبني الدولة، وكلف هذا الجسر 37 مليون دينار، وبنيت 53 مدرسة من واردة من الخيرات، من الخيرات وأوقاف الخيرات. الشيء الذي أريد أن أختم به أنه إذا ما توفرت النية الطيبة، ولا نقول يعني والنزاهة والموثوقية في القائمين على رعاية وإدارة الأوقاف، فالمجتمع كله سيلتف حول هذا الموضوع. وعلى فكرة كان المجتمع أكبر داعم، احنا حتى على المستوى الثقافي كل الجمعيات، جمعيات الخطاطين، الأدباء، الفنانين، كلها حتى هؤلاء يعني كنا ندعمهم بشكل بحيث أن المستوى الثقافي، ونظمنا حتى مستوى الحرية والعمل كان أكثر، كان كل من عنده مشروع يعمل، أهلا وسهلا تدعموا الأوقاف، أي واحد عنده مشروع ثقافي علمي، أي مشروع كان يعني كنا ندعمه. ونظمنا بعض المؤتمرات الدولية حتى، وكنا يعني ومن إحدى يعني من المناسبات أنه أنا تعرفت على دكتور مثنى في أحد المؤتمرات التي نظمتها مديرية الأوقاف والشؤون الدينية لمحافظة نينوى فيما قبل الاحتلال. شكرا جزيلا، وأعتذر عن الإطالة، وبانتظار المناقشات إذا كان لديكم شيء. شكرا للدكتور إدهام محمد حنش على هذه الكلمات التي سلط فيها الضوء على تجربته في أوقاف الموصل، وهناك معلومات دقيقة وقيمة تستحق أن يشاد بها. والآن ننتقل إلى المحور الثاني، وسيكون للدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، والتي سيكون محورها عن طبيعة الوقف وأثره في خدمة المجتمع والمخاطر التي تهدده، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ من حيث انتهى الدكتور إدهام فيما يتعلق بموضوع مشكلة الوقف الأساسية، سواء كان هذا الوقف في العراق أو في غير العراق، فالمشكلة ليست خاصة بالعراق، وإنما هي مشكلة عامة في الأمة جميعا. فمتى ما عدمت النيات الصالحة والطيبة والنزاهة والموثوقية في إدارة الأوقاف أو في الإدارات التنفيذية التي تتعامل مع الأوقاف في ظل الأنظمة الشمولية على مدى عشرات العقود، المشكلة هي باختصار صراع بين الحكومات والأنظمة والإدارات التنفيذية وإدارات الوقف. فهذه الحكومات بعد انهيار الدولة العثمانية وقيام الممالك والجمهوريات هنا وهناك، كان هناك توجه واضح جدا لاستهداف الوقف وتصفية الوقف بأي طريقة. قد يستغرب هذا الكلام في زماننا، لأنه المفهوم الدارج أو العرفي لموضوع الأوقاف أنها معنية بإدارة المساجد وحتى رواتب الأئمة والخطباء وما إلى ذلك، يتأخذ من وزارة المالية. فلذلك هناك نظرة غير واقعية للأوقاف، بينما الأمر غير ذلك تماما. فإذا نرجع قضية صراع كبير، لأن الأوقاف الإسلامية كانت في بنية الدولة، في بنية السلطة، في بنية كل المؤسسات في ذلك الوقت، لأنها النظام الأساسي الذي كانت تعتمد عليه الدولة الإسلامية. ومن هنا كانت أهمية هذه الأوقاف وتشريع القوانين لها
في زمن الدولة العثمانية، والقوانين في زمن الدولة العثمانية المعنية بالأوقاف متقدمة جدا، تصل يعني إلى قرابة القرن السابع عشر والثامن عشر الميلادي، وكثير منها ظهر في القرن التاسع عشر، ونظم كثيرا من القوانين المتعلقة بالأوقاف في البلاد التي كانت تبسط عليها سيطرتها في وقت الدولة العثمانية، وهي أغلب أجزاء الوطن العربي مشرقا ومغربا. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتقسيم هذه البلدان العربية بين المحتلين، بين المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، هيمنت على الحكم في ذلك الوقت جهات في الغالب لا تنظر إلى الأوقاف نظرة إيجابية، وتعد الأوقاف عاملا مهما من عوامل ترسيخ ما يسمى بالبنية القديمة أو التركة القديمة أو النظام القديم أو التقليدي هكذا أو الرجعية وما إلى ذلك، مصطلحات مختلفة هنا وهناك. فعملت هذه الأنظمة وهؤلاء الرجالات على استهداف الوقف طبعا بدرجات مختلفة بحسب طبيعة الدولة ومدى تطورها ونضوجها وقدرتها على إيجاد بدائل للأوقاف ومدى عمق مؤسسة الأوقاف من بلد إلى بلد وهكذا. ومن أكثر الأوقاف استهدافا طبعا كانت هي أوقاف العراق والحجاز والشام ومصر، لأن أوقاف كبيرة وضخمة جدا. هذا الصراع كان يقوم على أساس سحب الصلاحيات من الأوقاف وتحويلها من رعاية وإدارة مباشرة إلى رعاية فقط وإدارة مباشرة من قبل السلطات التنفيذية. إذا جئنا إلى مثال العراق سنجد أن هذه الحالة ليست مقتصرة على الوقف، وإنما شملت كل ما له بعد إسلامي شرعي في ذلك الوقت، على الرغم من أنه كثير من الشخصيات التي كانت في ذلك تدير أمور الدولة هي ذات خلفية شرعية، سواء كانوا أساتذة أو علماء أو قضاة ومفتين وما إلى ذلك، لكن هذه الطبقة بمرور الزمن تم تقليصها وإحلال أشخاص بدلا عنهم من خلال ماذا؟ أظن تحدثنا عن هذا سابقا في ندوات، بمحاولة تقليص التعليم الديني وإلغاء الكليات القائمة وغلق الجامعات التي أنشئت والجامعة التي أنشئت جامعة أهل البيت، ومن ثم إلغاء القضاء الشرعي، ومن ثم إلغاء الإفتاء الشرعي بطريقة غير مباشرة لما توفي آخر مفتي في بغداد انتهى الموضوع بشكل رسمي، ومن ثم استهداف الأوقاف. فالأوقاف بدأت وزارة، لاحظوا في العشرينات بدأت وزارة كما ذكر الدكتور دهان قبل قليل، ثم تحولت إلى مديرية، ثم تحولت إلى ديوان، ثم عادت إلى مديرية، ثم عادت إلى وزارة، ثم أخيرا انتهت بعد الاحتلال إلى ديوان، بل إلى دواوين. فإذا حالة عدم الاستقرار مستمرة، وحالة عدم الاستقرار لا تتيح لأي مؤسسة لأي نظام أن يستمر أو يبني على ما تقدم ويصل إلى حالة ودرجة النضج الموجودة مثلا في الأوقاف على سبيل المثال في مصر. لم تتعرض، نعم هناك محاولات وهجوم، لكن مؤسسة الأوقاف مؤسسة عريقة استمرت على أنها وزارة على مدى عقود طويلة جدا، فاستطاعت أن تبني أسسا سليمة وقوية ودعم رئيسة لهذا الموضوع، رغم فترة أو مرحلة الخمسينات والستينات وأوائل السبعينات تعرضت أيضا لهجمات، ولكن جسم المؤسسة القوي استطاع أن يقف بوجه هذه الهجمات. في العراق الحالة مختلفة، حالة اللا استقرار هي السائدة، وحالة محاولة الهيمنة على رؤوس أموال الأوقاف، على الأوقاف نفسها، على واردات الأوقاف، بل حتى على الواردات التي لم تأتي عن طريق الأوقاف وإنما كما سماها الدكتور الواردات أو الأوقاف الخيرية. إذن هي محاولة لتقليص هذه المنافع، فضلا عن ذلك تقليص مساحة الأوقاف سواء كانت أراضي أو عقارات أو أسواق وما إلى ذلك. ذكر مثال الدكتور على أنه ثلثي الأملاك في الموصل كانت أوقاف، بل هناك مقاطعات ومحافظات كاملة في التقسيمات الإدارية العراقية عبارة عن أرض وقف، بل إلى الآن بعض المناطق تحتفظ بهذا الاسم مثل ما هو موجود في إدياله. أما إذا جئنا إلى مراكز المدن كبغداد والموصل والبصرة فحدث ولا حرج. ثم في العراق حالة خاصة، أنه في العراق موجود مسجد أبي حنيفة النعمان الثابت الإمام الأعظم، ووجود مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني، مسجدان كبيران قبلتان كبيرتان يوقف لهما المسلمون في العراق ومن خارج العراق، ولذلك كانتا من أكبر الأوقاف في العالم.
فضلا عن المدارس التي تنشأ مع أوقافها، مثال جامع مرجان ومدرسة مرجان، أوقاف كبيرة لها لا في بغداد فقط وإنما في محافظات أخرى ولا سيما في محافظة ديال. أوقاف مرجان لوحدها تعادل أوقافا كثيرة لدول وليس لمسجد واحد أو جامع أو مرقد أو ضريح أو ما إلى ذلك من التي توقف لها هذه الأموال. إذن هناك صراع سياسي، هناك صراع تاريخي، هناك صراع اجتماعي، هناك صراع حضاري في موضوع الأوقاف، يلقي بظلاله على ما يجري الآن من صراع على الأوقاف في العراق. إذا نظرنا إلى تاريخ الوقف سنكتشف أن الوقف مؤسسة عريقة وليست مؤسسة إسلامية، فهي موجودة قبل الإسلام، أمثلة وشواهد كثيرة لها وإن لم تكن بنفس الدرجة من التطابق والتشابه فضلا عن التشريع الديني الذي أضفاه الإسلام على هذه المؤسسة، كانت موجودة عند البابليين، كانت موجودة عند المصريين، كانت موجودة عند الرومان، بل هي داخلة حتى في القوانين الحديثة، في القوانين الجرمانية والقوانين الإنجلوساكسونية، بل حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نظام لا يسمى وقفا وإنما يطلق عليه اسم آخر يعتمد نفس تقسيمات الأوقاف الموجود، تقسيم الوقف الضري والوقف الخيري وما إلى ذلك. إذن كل دول العالم تعتمد نظام الوقف وهو حبس رقبة، هذه الرقبة قد تكون يعني أرض أو عقار، يعني شيء غير منقول، وهناك رأي آخر طبعا وقف المنقول فيه كلام، حب هذا الحبس من أجل تحقيق مصلحة اجتماعية عامة بغض النظر عن كون هذا مسلم أو هذا غير مسلم. كثير من المؤسسات الغربية قائمة على هذا النظام إلى الآن، بينما الدين الذي أضفى على هذا التعامل أو هذا العرف الاجتماعي أو هذه الوسيلة تنمية المال أضفى عليها البعد التعبدي الإسلام، تكاد هذه المؤسسة تتراجع فيه ولا تخدم مصالح المجتمع، وتصبح بعد ذلك وسيلة لاستفادة الأنظمة السياسية والجهات التنفيذية على حسابها، مع أنها مورد ثاني غير ميزانية الدولة الأساسية. عندما كان ينظر الوقف هكذا كانت الأوقاف تسير كثيرا من الدول، تعين ميزانية كثيرا من الدول، لكن عندما انتقضت هذه الحالة، والتاريخ أمثلة كثيرة على ذلك. فإذا المشكلة هي أن هناك صراع على الوقف يغطى أحيانا بغطاء إداري أو غطاء سياسي أو بغطاء طائفي كما يحصل في العراق. إذا جينا للعراق الآن بعد عام 2003 نكتشف أن من أول الأهداف التي استهدفت في العراق بعد النظام السياسي ومقدرات الدولة هي الأوقاف، وكانت هناك محاولة للهيمنة بعد حل وزارة الأوقاف للهيمنة من خلال مجلس للأوقاف على هذه الأوقاف. طبعا يعرفون الأسباب، وهناك سلطة وهناك قوة داعمة وهناك يعني حالة انهيار أو شبه انهيار لمؤسسات الدولة، إذن الساحة مفتوحة لاستغلال هذا المورد المالي الضخم لتمويل عمليات الاحتلال أو الأحزاب والقوى التي جاءت مع الاحتلال. في ذلك الوقت كانت هناك محاولة إصلاحية لمحاولة تفادي هذا الانهيار وسرقة هذه الأوقاف بقسمة الأوقاف إلى دواوين، ديوان الوقف السني، ديوان الوقف الشيعي، ديوان وقف الأديان والطوائف الأخرى. هذا التقسيم الثلاثي يوحي بأن هناك حالة تساوي، والحالة ليست كذلك كما ذكر الدكتور إدهام، لكن كانت وسيلة لمن قام بها في ذلك الوقت، وإن كانت وسيلة يعني مرجوحة لحماية ما تبقى من أموال الأوقاف. مجموع الأوقاف الإسلامية في العراق، وليست السنية، أقول الأوقاف الإسلامية في العراق، وهي في غالبها أوقاف سنية، لأن السواد الأعظم لأهل العراق هم من المسلمين السنة، وهذه الأوقاف موقوفة من قرون طويلة، عندما كانت النسب السكانية مختلفة، عندما كانت كثيرا من المدن والأقضية والنواحي والقرى فيها أغلبية سنية، فكانت أوقافها، أراضيها، مساجدها، محلاتها، أسواقها، أربطتها وما إلى ذلك كلها توقف لمصالح سنية، بغض النظر عن التغير في التركيبة السكانية بعد الاحتلال البريطاني للعراق، وما زالت طبعا الأرقام والإحصاءات تقول بأنه الغلبة السنية موجودة في العراق ولكنها نسبية متقاربة، لم تكن كما كانت مثلا في أوائل القرن العشرين. مثال ذلك أن كثيرا من أوقاف البصرة، كثيرا من أوقاف المحافظات الأخرى في الجنوب كانت وما زالت أوقافا إسلامية لمساجد ولأضرحة ولمدارس ولمكتبات ولمؤسسات إسلامية سنية، لكنها الآن ضمن التوصيفات الجغرافية والسكانية في مناطق
الشيعية، وهذه نقطة مهمة سنعلق عليها بعد قليل. فإذا صراع كبير جدا في هذا الموضوع أوصلنا إلى حالة إخراج الوقف من مهامه الأصلية إلى مهام أخرى، وإلى جعل الوقف هدفا من الأهداف المغرية بالتنافس السياسي بين الطامحين للاستفادة من واردات الأوقاف، أو البعد السياسي الذي يمكن أن يؤهل من يمسك بالأوقاف للوصول إلى مكان آخر. مجموع الأوقاف السنية الإسلامية السنية في العراق هو 95% من مجموع الأوقاف، و5% هي للمذاهب الأخرى والطوائف والأديان الأخرى. إذا 95 سنة، 5% لباقي العراقيين. هذه الإحصائية ليست منا، هذه إحصائية مضبوطة ومعروفة ومعلومة في إدارات الوقف منذ قيام الدولة العراقية في العشرينات إلى الآن، وهذه معلومة متداولة للعاملين في الأوقاف ومنهم الدكتور إدهام، وأنا سمعت المعلومة هذه منه وسمعتها في بداية الاحتلال عندما كان الحديث عن قسمة الدواوين وكيف تقسم وأن النسبة الغالبة للأوقاف السنية وما إلى ذلك. أحد المصادر المهم الذي يوثق هذا هو السيد قاطع، إيش قاطع عبد النبي؟ السيد قاطع عبد النبي رحمه الله كان وكيل لوزارة الأوقاف قبل الاحتلال، ثم بعد الاحتلال عمل في إدارة الوقف الشيعي، هو كان مرجعا وخبيرا في هذا الموضوع، وهذه المعلومة انتشرت من خلاله ووثقها كثير، ومنهم الدكتور عدنان الدليمي رحمه الله في مذكراته ينقل أنه أنا زرت دائرة الوقف الشيعي أو ديوان الوقف الشيعي بعد الاحتلال والتقيت بالسيد قاطع عبد النبي وسألته عن إدارة الوقف وكذا لكي أستفيد منها في مهمة الجديدة في رئاسة ديوان الوقف السني، فأطلعني على أمور كثيرة منها نسبة الأوقاف في العراق. فهذه حقيقة معروفة وموثقة ولا تحتاج إلى شهود، ولكن يراد لها أن تغيب عن الساحة. ننتقل بعد ذلك إلى أنه بعد الاحتلال في عام 2003 استغل الفراغ السياسي في ذلك الوقت لتمرير بعض الأمور، ومنها مسودة أو يعني مقترحات لإعداد قانون لديوان الوقف السني، ولم يصدر هذا القانون إلا في عام 2012. فقط أخذ منه معلومتين. المعلومة الأولى، يؤسس ديوان يسمى ديوان الوقف السني، يرتبط بمجلس الوزراء، ربط بمجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية المعنوية ومثله رئيسه أو من يخوله. مجرد الربط برئاسة الوزراء في ذلك الوقت كانت وزارة، والوزارة معروفة يعني لها كيان خاص، لما أصبح ديوان وارتبط مجلس الوزراء في ظل الاحتلال، إذن البعد السياسي سيكون مؤثرا، وهذا ما ثبت على مراحل، ومنها هذه المرحلة الأخيرة التي سنتحدث عنها والمشكلة الأخيرة. أيضا من ضمن الأهداف في المادة 2، يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية: توثيق الروابط الدينية مع العالم الإسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام، أين هذا الهدف الآن؟ تنظيم شؤون إدارة الأوقاف والإشراف عليها ومراقبتها وفق الأوجه الشرعية. قد يقولون نقوم بذلك، نعم، لكن هل هو على الوجه الشرعي؟ ثالثا، استثمار أموال الأوقاف في الأوجه الشرعية بما يضمن المحافظة عليها وتنميتها. أنا أنقل هنا شهادة لأحد أساتذتنا ومن المختصين بالوقف الدكتور محمد عبيد الكويسي، ورسالته في الدكتوراه عن أحكام الوقف، وعمل في هيئة استثمار أموال الوقف قبل الاحتلال. كانت الأموال كما ذكر الدكتور في الموصل تجربتهم تكاد تقرب من الصفر، ثم بعد متابعة هذا الموضوع وتشكيل لجان للبحث عن الأوقاف المهيمن عليها والمسيطر عليها والمغيبة والضائعة والمستغلة والمباعة بدون وجه شرعي، اكتشفوا أوقافا كبيرة جدا. لجنة خاصة للفك والعزل وصلت أيضا إلى مردودات في ذلك الوقت إلى المليارات من الدنانير، هذا قبل الاحتلال، أين هذا الآن؟ رابعا، العناية بتنفيذ شروط الواقفين والإشراف على الأوقاف الملحقة. خامسا، العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الأولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم. سادسا، تعزيز وتنمية الثقافة الإسلامية وإحياء التراث الإسلامي والآثار الإسلامية والمحافظة عليها، أين هذا بالله عليكم؟ الآن هناك تمييع لهذه الثقافة الإسلامية ومحاولة إفراغها من كل المعاني، حتى يعني قد يقول قائل من أبرز منجزات ديوان الوقف في مراحله بعد الاحتلال هو ما قام به من طباعة كثير من الكتب، قد يقرب الإحصائية قبل سنتين قرأت أكثر من 400 كتاب، طبعا عدد كبير جدا، لكن عندما تطلع على هذه الكتب تجد أنها رسائل الجامعية لكثير من الأساتذة وطلبة العلم الموجودين في العراق
وكثير منها جيدة، ولكن يغلب عليها أنها تنشر بدون متابعة، بدون تدقيق، بدون بيان صلاحية. ولدي أمثلة كثيرة جدا على أن طباعة هذه الكتب تضر أكثر من إبقائها غير مطبوعة. مثال على ذلك كتاب يتحدث عن موضوع التفسير، وإذا به شن هجمة كبيرة جدا على المفسرين، ويتهمهم بالتقصير بحجة روايتهم للإسرائيليات، مع أن هذا الموضوع معصوم. طيب، ألم يمر هذا الكتاب على لجنة مختصة معنية بذلك؟ أما الكتب اللي ذات المعنى، ذات المنحة العام، بمعنى أنها مجرد حديث عن وقائع وتفاصيل وتواريخ بدون دراسات علمية موثقة، فحدث ولا حرج. المهم، هذا موضوع طويل لا ندخل فيه. سابعا، التقريب بين المذاهب. يبدو فقط الهدف الأخير هو الذي يعتني به ديوان الوقف حاليا. إذا انتقلنا إلى بيان المآخذ فيما يتعلق، لماذا أثير هذا الموضوع؟ لماذا هذه الندوة؟ الموضوع مهم جدا ويستحق ندوة بدون أن تحدث مشكلة. وهناك الآن اتجاه واسع جدا في دراسة موضوع الأوقاف، بل هناك الآن أقسام متخصصة بدراسة الأوقاف في بعض الجامعات العربية والإسلامية، بل هناك الآن كلية للدراسات العليا متخصصة بدراسات الوقف. والآن في المكتبة جعلنا احنا قبل مدة رفا خاصا بالدراسات الوقفية، وخاصة الحديثة المتعلقة بالجانب السياسي والاجتماعي وخدمة المجتمع من خلال الأوقاف الإسلامية، لأهمية هذه الدراسات في الوقت المعاصر. اللي صار الآن أنه ديوان الوقف السني بناء على طلب من رئيس الوزراء الحالي، وبالتفاهم مع رئيس مجلس النواب ومع ديوان الوقف الشيعي، توصل إلى اتفاق مع ديوان الوقف الشيعي، وعمم بنود هذا الاتفاق على ملاحظيات الأوقاف في المحافظات والأقضية من أجل إبلاغه للأئمة والخطباء والعمل بمقتضاه. وقد تابعنا هذا الموضوع من خلال بيان للهيئة صدر قبل أيام، ولعلكم تابعتموه. بينا فيها أن الوقف يشهد الآن ترسيخا للسياسات غير الصحيحة في إدارته، والتصرفات غير المنضبطة في تسييره، والإهمال شبه المتعمد في متابعة أموره، فضلا عن تصرف غير منضبط بأمواله بعيدا عن حجج الشرعية للواقفين والسياقات القانونية والإدارية. ثالثا، التضييع المستمر لحقوق الجهات المكلف شرعا وقانونا برعايتها من مساجد وعاملين وأوقاف ومؤسسات. رابعا، وهذا هو المهم، دخوله في مجالات أخرى لا علاقة لها بطبيعة نشاطه والمهام الموكلة إليه، كالانحياز السياسي والصراع الحزبي والتنافس المناطقي والعلاقات الخارجية المريبة. أما فيما تعلق بالتوجيهات التي عممها ديوان الوقف سنذكرها، ولكن بعد أن نورد مثال على هذه الصراعات. هذا كتاب من نائب رئيس الجمهورية في وقتها السيد أسامة النجيفي بتاريخ 30/3/2017، يوجهه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم. العنوان، الموضوع، أزمة ديوان الوقف السني. يقول فيه: قدم إلينا كبار مسؤولي الوقف السني الطلب المرفق الذي يتضمن تفاصيل عن عمليات الفساد الإداري والمالي التي يمارسها رئيس الوقف السني وكالة، بعد أن تحولت هذه المؤسسة المهمة إلى ضيعة تديرها عائلة بشكل مخزي ومهين بعيدا عن القانون والعرف والأخلاق. شخصية سياسية سنية ترفع كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء السابق، من أجل حل مشكلة الوقف. لماذا؟ لأن هناك جهة شخصية سنية على رأس ديوان الوقف، وهناك خلاف بينهم، والمجمع الفقهي لا يقبل بتولية هذه الشخصية لأنه قدم أسماء أخرى لم يلقي لها بالا رئيس الوزراء، فحدثت المشكلة وبدأ الصراع بين الأطراف الدينية معززة بأطراف سنية من الرؤساء، عفوا، من وزراء ونواب ونائب رئيس جمهورية، هذا في هذا الطرف وهذا في هذا الطرف. فانتقلت الأوقاف بدلا أن تكون هادئة تعمل لإدارة الأوقاف إلى صراعات حزبية وسياسية. شكلنا في الهيئة لجنة تابعت موضوع ما أثير أخيرا على الأوقاف، ووصلنا إلى نتائج من أبرزها خضوع ديوان الوقف للضغوط الحكومية، ثم قيام ديوان الوقف برفع الشيعي بوقف دعاوى تنازع ملكية على ديوان الوقف السني، وعدم جدية اللجنة القانونية في ديوان الوقف السني في متابعة هذه القضايا، والتراخي وترك هذه القضايا حتى تحسب للطرف الآخر، بل تأجيل بعض الملفات الحساسة وحسمها خارج إطار القضاء في إطار صفقات معلومة وغير معلومة. عدم التطرق في هذا الاتفاق بين الوقفين مطلقا
للأوقاف التي ثبتت عائديتها للوقف السني في مناطق عديدة وسكت عنها، فضلا عن نقاط كثيرة جدا الوقت يضيق الآن. أشير فقط إلى ملاحظات سريعة أخرى. البند الثاني الفقرة 2 من هذا الاتفاق تقول بأنه تقسم الأوقاف بحسب النسب السكانية، بمعنى أنه كثيرا من أوقاف السنة من أراضي موقوفة للقبور على سبيل المثال وغيرها في مناطق ومحافظات وأقضية الغالبية فيها الآن شيعة، راح تحسب بناء على هذا الاتفاق، لا ينظر لأصل الوقف، لحجية الوقف، لشرط الواقف الذي هو خط أحمر وشيء مقدس كما هو معلوم، ينظر فقط إلى أكثرية أهالي المنطقة الساكنة فتحسب لهذا المذهب دون هذا المذهب، وهذه مخالفة صريحة لشرط الواقف وللقوانين المرعية ولغير ذلك. فقرة 4 تقول المنشآت التي أقيمت على الأوقاف السنية تحفظ فيها حقوق الطرفين الوقف الشيعي والسني، ونحن نعلم لا توجد منشآت سنية أقيمت على أوقاف شيعية، العكس هو الذي حصل بعد أن هيمنت أحزاب وميليشيات على مناطق سنية أقامت فيها منشآت شيعية. نقطة أخرى البند ثالثا يقول يستثني عقارات محددة ويقول بحسب تراضي الوقفين، هذا الاستثناء معناه أن هناك إشكالات في بعض الأوقاف لا تحسن بالطريقة القانونية ولا بالاتفاق باتفاقات خاصة. نقطة خطيرة جدا، إذا ظهرت عقارات، هذا البند خامسة، إذا ظهرت عقارات باسم الأوقاف المنحلة بعد نهاية 2019 هذه يرجع إلى الوثائق، وإذا لم توجد الوثائق تقسم مناصفة، بمعنى أن هناك أوقاف كثيرة ضائعة وغير مسجلة، حتى هذه الضائعة وغير مسجلة وضعوا لها طريقة من أجل سحبها وسرقتها من دين الله. نقطة ثالثا، الأوقاف المسجلة باسم وزارة الأوقاف، نقطة مهمة، سابقا تعود إلى أصولها الأولية وأصول الموارد التي اشتريت منها، وعند استحالة ذلك تكون مناصفة. الفكرة الأوقاف سابقا كانت تستثمر، هي استثمار أموال الأوقاف، الآن سيجدون أن كثيرا من هذه العقارات والأراضي مسجلة باسم وزارة الأوقاف مو باسم واقف معين، ولا يوجد متولي ولا حجية وقف، فماذا يفعلون فيها؟ تعود إلى أصولها الأولى، إلى من اشتريت منه، وغالبا الذين اشتريت منهم ليسوا بالضرورة أن يكونوا سنة، فسترجع لمن؟ لطرف آخر. إذا لم يجدوا الشخص الذي اشتروا منه تقسم مناصفة، وراح نرجع إلى نفس القصة. فإذا ملاحظات كثيرة تحتاج لدراسة. آخر نقطة في هذا الموضوع، موضوع الوثائق المزورة لم يحسم، كثير من الأوقاف زورت الحجج الأصلية لها والوثائق الأصلية لها، وهذه تحتاج لوحدها لجنة خاصة. فإذا أبواب كثيرة لتسريب أموال الوقف. هناك عدة مداخلات واستفسارات، أبدأ بالأستاذ مكي نزال فأقول له ملاحظة مهمة فاتني الحديث عنها في أثناء تقديم الورقة، أن عائدات وواردات الأوقاف الإسلامية في العراق تصرف على نفس المسمى على المسلمين في العراق بدون النظر إلى الطائفة أو المذهب، بمعنى أن المستفيد عندما تحدث عن هدر هذه الأموال وسرقة هذه الأموال أن المتضرر منها العراقي، ليس السني فقط وليس الشيعي فقط، وإنما كل العراقي، لأنك كانت تدخل في إطار تعزيز وتنمية وتقوية سبل توفير الحياة المناسبة لهم جميعا. ثم هذه الأموال التي يستولى عليها وسيستولي عليها ديوان الوقف الشيعي، هل تذهب للشيعة في العراق أم ستذهب إلى الأحزاب والقوى والمرجعيات المهيمنة والساندة لديوان الوقف؟ فضلا عن الفساد الضارب بأطنابه، نتحدث عن ديوان الوقف السني، ديوان الوقف الشيعي، مؤسسة حديثة، مؤسسة بعد الاحتلال، يعني قامت على فساد وليست مؤسسة قديمة تسرب إليها الفساد، والمشاكل في هذا الموضوع كثيرة، ولكن لا نتحدث عن هذا الموضوع لأنه ليس في مجال هذه الندوة، قد يكون له وقت آخر. فعليه عائدات وواردات الأوقاف في العراق هي لكل العراقيين، فالحرص عليها هو الحرص على المال العام للمواطن العراقي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على المشاركة والتفاعل في هذه الندوة، ونشكر المحاضرين على ما قدماه من بيان وتوضيح
شرعي وقانوني وواقعي لحالة الوقف الإسلامي في العراق. وإلى لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.